تارك حال شباب، معكم شركية وشركية كيا وشركين فيديو جديد. طيب شباب، بهالفيديو راح نشوف أكثر 25 فيديو عليه ديسلايك بتاريخ اليوتيوب. نشوف الفيديوهات مع بعض ونحكم هل الفيديوهات فعلا يستحق اللايك أو الديسلايك. فيلا خلنا نبدأ بالفيديو. قبل ابدا الفيديو بس حاب اذكر ان في جيف اوي شهري على القناه على قطعه تصوير جي سي 311 من شركه ايفر ميديا. هالقطعه تصور لك لعبك من البلاي ستيشن اكس بوكس باعلى دقه، وفينك تسوي منها بث مباشر بكل سهوله. فلتشارك بالجيف اوي كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناه واترك اي تعليق في حسابك على الانستغرام او تويتر عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معاك. ويلا خلنا نبدا. اوكي، بالمرتبه رقم 25 هذا فيديو لاظن جاستن بيبر. اوكي، شكله فيديو كليب ما بشوفه، ما راح اعرض اسمع الغنيه لانه بيجيني كوبي رايت. ف11 مليون لايك مقابل 1.4 مليون ديسلايك، يعني صحيح عليه ديسلايكات كبيره بس يظل عدد اللايكات اكثر بكثير. ف واضح محتوى الفيديو وسخ ما بيطلع لفوق، فاعطيه لايك ولا ديسلايك؟ جاستن بيبر ديسلايك. فأظن جاستن بيبر راح نشوفه كثير هون. فهذا الفيديو رقم 25 كأكثر فيديو بالمرتبة 25 كأكثر فيديو عليه ديسلايك بالعالم. خلنا نروح للمرتبة 24. بالمرتبة 24 اوكي، لا والله فرق الديسلايك واللايك كبير. اوكي، هاي السالفة عرفتها كلها. هاي اعلان لشركة جيليت، اللي ما يعرف جيليت هي الشركة تبع تسوي كريمات حلاقة للرجال. هذا الفيديو عطوه شو اسمه، هذا الفيديو الناس هجموا عليه لان كان يهاجم الرجال بشكل جدا كبير. اذا ما بتعرفوا في حركة نساء اسمها فيمينست، او بالعربي اظن يسموها النسوية او شيء من الكلام. فهذا الفيديو كان فيمينست بشكل جدا كبير، انه قاعد يطلع على الرجال انه كلهم متحرشين وكل همهم النساء وشي من الكلام. فعصبوا الرجال طبعا وسلخوا الام الفيديو ديسلايك. ما ادري والله اعطي الفيديو لايك ولا ديسلايك، انا مالي بهالسوالف كلها. والله ما ادري صراحة، لايك ولا ديسلايك، لايك ولا ديسلايك. يعني هو الفيديو صراحة شفته قبل، طالعين انه تقريبا كل الرجال كلهم هم النساء، لا مو كلهم. فديسلايك. نروح للمرتبة 23. بالمرتبة 23 ليش الفيديو على ديسلايك؟ لان اتفهم اتفهم، اظن ال 1.6 مليون ديسلايك هدول ناس مثلي او مثلك انت، اذا عندك اخوان صغار يكونوا اخوانك زلوك فجروا راسك من ورا الايباد مشغلين هالانواع من الاغاني، فكنوع من انك تفش غلك تروح تسوي حسابات وتعطي لهالفيديوهات ديسلايك. اوه واو، شوفوا المشاهدات يا شباب. انا ابي اخر 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 بس يعني هالقسم بس نص مليون يكفي، مليار ونص. اوكي، ما انا فيديو مبين بريء وطفولي وما فيه اي مشكلة، بس اظن الديسلايك ناس معصبين من اخوانهم الصغار اللي مشغلين هالفيديوهات طول اليوم، واللي منهم انا مو اخواني الصغار، اولاد اخوي واولاد اختي. كل شوي يجوا عندي بشا، حتى ما ينادوني بشار، ينادوني ابش ما ادري ليش، يعطوني الايباد انه احط لهم الفيديوهات. فديسلايك. بالمرتبة 22 فيديو سبحان الله انا اعطيه ديسلايك من زمان، يعني ما اكمل الفيديو لانه محتوى وسخ ومغنية وسخة ومايلي سايرس او مثل ما تعرفوها هانا مونتانا. هالفيديو انا اعطيه ديسلايك من زمان، يعني الحمد لله مو الحين اعطيته ديسلايك. محتوى الفيديو ليش عليه ديسلايكات؟ لانه كانت مغنية جدا محبوبة للاطفال وديزني وهيك، بعدين فجأة نزلت بفيديو وسخ بزيادة يعني. فايه ها السبب، فديسلايك اوريدي. نروح للي بعده. بالمرتبة 21 اوكي اوكي، اظن كلكم تعرفوا الغنية. مستفز، لا مستفز الفيديو، مستفز الغنية مستفزة. ديسلايك.
بالمرتبة 20 فيديو للمغنية نيكي ميناج، ما راح اطلع منه اي لقطة لانه الفيديو عبارة عن كومنت وصاخة وايه ما مكتر كلام. ديسلايك للحين ما عطيت ولا فيديو لايك صح؟ نكمل. بالمرتبة 19 اوه اولاد صغار ليش الديسلايك؟ اوكي مستوعب سالفة انه اخوانك يكونوا زلوك من هالفيديوهات، بس يعني طلع له اوجوه البريئة، ليش تعطيهم ديسلايك؟ فيديو فيه شيء يعني. بعدين خلنا نشوف التعليقات. مقفلين التعليقات، هو معظم اي فيديو يكون مقفلين فيه التعليقات، اي واحد يبي يسب يفش غلة بديسلايك. اوه هاي نفسها بعد شارك، لا هذا بعطيهم لايك الصراحة، حرام هذا طفيل اعطيهم ديسلايك. الفيديو اللي بعده اوكي المرتبة 18 فيديو ممسوح، ما ادري ليش، غنية بوكيمون جو بس الفيديو ممسوح. فايه نروح للمرتبة 17. مرتبة 17 فيديو انا اوريدي اعطيه ديسلايك الحمد لله. اعطيه ديسلايك من قبل. هذا ولد صغير مستفز، هذا هو، خلنا نروح عليه شوي. عمره مدري 12 سنة، حاط لك فيديوهات حب ورومانسية. اسمع اسمع مستفز، اقسم بالله مستفز. فايه ديسلايك. بالمرتبة 16 فيديو من كتر الديسلايكات اللي عليه لاغيني اللايك والديسلايكات، بس المسجل على موقع ويكيبيديا ان الديسلايكات عليه كانت 2.17 مليون. فكمان فيديو اولاد صغار، ما ادري ليش فيديو الاطفال كلها عليها ديسلايك. هذا الفيديو اكثر فيديو اولاد اخوي اولاد اختي فجر راسي منه، حتى بعد جوني جوني يس بابا. فما اقدر اعطي لايك ولا ديسلايك، فلو اقدر اعطي لايك يعني للاولاد الصغار ليش ديسلايك. نروح الفيديو اللي بعده. بالمرتبة 15 فيديو انا كمان اعطيه ديسلايك، اللي هو يوتيوب ريوايند، هاي اللي كل سنة يسووه يوتيوب. ما ادري ليش اعطيتها ديسلايك وقتها، يمكن وقتها بس كنت من النوع اللي فيديو عليه ديسلايكات كثير، فقلت خلني اكون مع الناس. ما اظن فيديو كان سيء. لايك يا ساي، والله صراحة ما ادري ليش اعطي الفيديو ديسلايك. اوكي يوتيوب ريوايند بشكل عام دائما تحسه هيك مصطنع زيادة عن اللزوم، بس هو لازم يكون مصطنع، هو فيديو كليب اخر شيء. بس والله كان في سعودي ريبورتر صح، اليوتيوبر العرب، خلنا نشوف. ليش اعطيه ديسلايك؟ لا والله في يوتيوب العرب كان، يمكن اول مره نعطيه لايك. نروح للفيديو اللي بعده. بالمرتبه 14 اول فيديو اعطيه لايك انا، جانجام ستايل. على ايامها كانت غنيه حلوه واوكي، بس لو تسمعها بعدين نوعا ما مستفزه، بس خلاص اعطي الفيديو لايك بخليه لايك، كانت على ايامها غنيه خرافيه. فيديو رقم 13 فيديو اوريدي اعطيه انا ديسلايك، اعتذار اليوتيوبر لوغان بول. اللي ما يدري هاليوتيوبر راح على وقته على غابه باليابان معروفه بالانتحار، معروفه الغابه يروحوا ينتحروا فيها الناس، راح هنيك وصور فلوج هو واصحابه ويضحك وفله وناسه، وصور واحد الحين ذابح حاله ومشنوق صوروه وقاعدين يضحكوا هيك. فمن وقتها كل اليوتيوبر هجموا عليه، فقاعد يعمل فيديو انه انا المسكين انا اسف كل حكي فاضي. فا ايه ديسلايك. بالمرتبة 12 كمان فيديو اطفال، ما ادري ليش كل فيديوهات الاطفال عليها ديسلايك. ماشا اند بير، ماشا والدب، فيديوهات اطفال ليش ديسلايك؟ نعطي لايك. بالمرتبة 11 اوه 7.4 مليون لايك، تقريبا 3 مليارات مشاهدة. شارك ابي تتتوترو داري ديسلايك لانه اقسم بالله مستفزة. للي بعده. بالمرتبة العاشرة اسباني، مالي فاهم في ترجمة انجليزي، ترجمة اسباني، خلنا نشوف ليش الناس هاجمين على حركات مستر شنب اللي بيكسر درع اليوتيوب صح؟ ايه بيكسر درع اليوتيوب. ديسلايك، اصلا مستر شنب سارق الفكرة منه، او هو سارق من مستر شنب، هالاشكال كلها تسرق من بعض.
فايه يستاهل ديسلايك. بالمرتبة التاسعة ووف فرق لايك وديسلايك ابن كلب، فيديو كليب مبين فيديو كليب بس 500 لايك. ليش ثانية ابي اسمع الغنية لهالدرجة صوتها تعبان. اوكي لو فيديو واضح وسخ خلينا نسمع الصوت بس. صوتها عادي ليش الديسلايك؟ اوكي اوكي اتذكرت هالفيديو. طول الفيديو هالكلام بس تا 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 ريرارا، ما في اي كلام بس بداية الفيديو كلام. خلنا نشوف التعليقات يمكن نفهم من التعليقات ليش الناس كرهانين هالفيديو. التعليقات مو بال مو بال مو بالانجلش اصلا. لايك ولا ديسلايك؟ ما ادري نروح مع الشعب ديسلايك. بالمرتبة الثامنة فيديو اوريدي انا اعطيه ديسلايك الحمد لله، هذا من اجدد الفيديوهات اللي عليها ديسلايك. ما ادري شو السالفة، هذا على فكرة واحد مو وحدة، انا شكله استفزني كتير الصراحة فمن شكله اعطيته ديسلايك. اظن متخانق مع وحدة ودراما بينهم فانه طلع هذا نصاب او مو نصاب، ما ادري السالفة الصراحة، بس انه طلع هالإنسان ما هو زين فقلت يلا، اصلا اكرهها انا فقلت دخلت وعطيت ديسلايك. بالمرتبة السابعة من اقدم الفيديوهات اللي على اليوتيوب اللي اعطيها انا كمان ديسلايك، فيديو كليب عادي بس فيه مشكلة واحدة ان صوتها عنزة. اسمعوا صوتها. صوتها ما يساعد صراحة، صوتها ابدا نس ابدا. هذا الصوت بعد التعديل مع الموسيقى وكذا، واخر شيء انجاد ما فرينا فرايداي ما صوتك ما يساعد فاعطينا ديسلايك. بالمرتبة السادسة كول اوف ديوتي انفينيت وورفير، غريبة اني ماني مقيم الفيديو، مالي اعطي لا لايك ولا ديسلايك ما ادري ليش. Call of Duty سادس اكتر فيديو عليه ديسلايك بتاريخ اليوتيوب. احس هاللعبة انظلمت طور القصة، كتير ناس حكوا انه من احلى اطوار القصة بتاريخ Call of Duty. الزومبي كان ماشي حالة، المولتي بلاير صراحة ما راح احكم، الكل هجم على المولتي بلاير وقال سيء، انا بكل صراحة ما لعبته، وصلت ليفل 18 بس، ممكن يكون حلو ممكن يكون لا. فلان حاليا هالسنه انفينيتي وورد راح ترجع بسلسله مودر وورفير، فيلا مشجعهم وروحوا لايك. ما انا اظن هالاكثر جزء كول اوف ديوتي مكروه هاد، بس يلا معليش. بالمرتبه الخامسه ما شغل الغنيه لانه راح يجي لي كوبي رايت، داس باسيتو. الغنيه حلوه ما راح اكذب عليكم، الغنية حلوة بس ديسلايك لانه اتذكر جان مرة علي وقت لو كنت بسمع فيه الغنية كمان مرة خلاص راح اجن. الكل مشغلها، تركب مع تاكسي مشغلها، تروح على المول تشتري شيء مشغلينها بالمول، كل مكان ابوي كان يشغلها كل مكان، فصراحة طفح الكيل فديسلايك. بالمرتبة الرابعة فيديو لبيوديفاي انا اصلا اعطيه ديسلايك. بيوديفاي رهيب، الفيديو كان هو انه قاعد يقول انه السر للنجاح انه يجيب ديسلايكات كتير، فكان قاعد يطلب من الكل يعطيه ديسلايك، كان استهبال فيعني مو نوعا، هو اللي طلب، هو اللي قال للناس نبي ديسلايك، فما يعتبر فيديو مكروه يعني الديسلايكات هاي شوفوها لايكات، الناس اللي عطوا لايك هدول ديسلايك، هدول لا سووا عكس اللي هو يبيه فايه. بالمرتبة الثالثة فيديو انا اعطيه ديسلايك، سبحان الله معظم الفيديوهات المكروهة انا اصلا اعطيها ديسلايك. شفتوا الفيديو من شوي اليوتيوبر اللي اسمه لوغان بول يلي قاعد يسوي فيديو انا اسف وهيك، هداك اليوتيوبر مستفز
بس ولا شيء قدام اخوه. هذا اخوه مستفز منه اكثر, مستفزين على العيله كلها. فالفيديو كليب كله كريه والغنيه كريهه وديسلايك. فايه الحمد لله انا اعطيه ديسلايك. بالمرتبه الثانيه يرجع لنا جاستن بيبر بهجوم. اللي ما يعرفه من اقدم اغاني جاستن بيبر ويمكن من اكثر الاغاني المكروهه بالتاريخ. اتذكر ايام المدرسه كان اللي يسمع الغنية النادين كلمة ما حلوة اني اقولها على اليوتيوب بس اظن عرفتوها. المهم فانه كان يشغل هالغنية انسان منبوذ انه جاستن بيبر. جاستن بيبر يا اخي مسكين قاعد للحين قاعد يسوي اغاني الحين نوعا ما حلوة, بس خلاص ناس عليه هجوم كريه, هجوم كراهية بدون سبب. فاتذكر هالغنية, اتذكر لها ذكريات. نعطيك لايك ليش لا. الغنية ما كان فيها شيء نوعا ما. نشوف شو اكتر فيديو عليه ديسلايك. اكتر فيديو عليه ديسلايك بتاريخ اليوتيوب وانا اعطيه ديسلايك, والفيديو من اي قناة من اليوتيوب اللي هو يوتيوب ريوايند 2018. نشوف ورزيتكم ريوايند. ما يعرف الريوايند هي فيديو كل سنة يسووه اليوتيوب, يجمعوا فيه كل اليوتيوبرز وكذا. هذا الفيديو كان مكروه لعدة اسباب. اول شيء لان نص الفيديو كان ممثلين ومذيعين مو يوتيوبر اصلا. ها نينجا اكيد انتم تعرفوا نينجا. فانه اصلا يوتيوب ريوايند المفروض يكون لليوتيوبرز. هو في يوتيوبر بس كان في عدد جدا كبير ناس ما لهم علاقه باليوتيوب. ناس ويل سميث عنده قناه على اليوتيوب بس انه معليش يعني خلوا عطوا فرصه لليوتيوبرز. ثاني شيء اشهر يوتيوبر بالعالم بيودي باي ما حطوا بهالفيديو. اظن كان السبب انه كان له شويه مشاكل, فهذا كان احد اسباب الهجوم الديسلايك. واكثر سبب عطوه ديسلايك لان الفيديو كان كله فورتنايت وفي كتير يكرهوا فورتنايت. فايه هذا اكثر فيديو عليه ديسلايك في تاريخ اليوتيوب. هو اصلا بشكل عام اخراج الفيديو كان سيء. ما انا حرام الفيديو فيه يوتيوبر عرب صح؟ اظن كان فيه يوتيوبر عرب. اي يوتيوبر عربية ما اعرف شو اسمها الصراحة. بس يوتيوبر سعودي هيك يصور حاله هو اطفاله. الزبدة الفيديو فيه يوتيوبر عرب. المهم الفيديو كان بشكل عام سيء واعطينا ديسلايك. فايه هذا اكثر فيديو عليه ديسلايك من اليوتيوب نفسه. يا شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك, شاركونا بالتعليقات ارائكم عن الفيديوهات. هل تشوفوا فيديو اللي اعطيته ديسلايك يستاهل لايك او فيديو اعطيته لايك يستاهل ديسلايك؟ اتمنى تشاركونا بالتعليقات. وبس كان معكم شركية وشركة كيش كم ديهات تاني ان شاء الله. مع السلامة.